مشاهدي قناة الموصلي الفضائية وحلقة جديدة من برنامج المطبخ الموصلي. المطبخ الموصلي. شيف شنو راح يكون طبقنا اليوم؟ اليوم راح نقدم طبق سهل ومعروف بالنسبة لأهل الموصل. راح نقدم القلية الموصلية. نعم. الناس سألت عنا وقالوا محتاجين طبق موصلي، فراح نبدأ بالقلية كأول طبق موصلي نستخدمه. أول شيء عندنا هذا الديسك نخليناه على حرارة. نعم. تمام. عندنا 150 غرام طرف. أو طرف شيء أساسي بالقلية يعني. تمام. طبعا هو اللي ينطيها الطعم. بالضبط. احنا محتاجين هذا الطرف، نتركه شوية حتى يزيد يزيد الدهن مالته. هذا الوقت عندنا نستخدم البصل الحاد. بالضبط نقسمه. أي نوع من البصل لازم؟ البصل الحاد اللي هو الأزهر أو البنفسجي. هذا بالضبط هو اللي نستخدمه بالقلية، لأن عندنا إذا استخدمنا بصل الكريستال العادي راح يكون عندنا نوع من الحلاوة بالموضوع. هذا يكون حاد. بالضبط. نعم. يكون حاد ويكون مقاوم اكثر. يعني شلون؟ يعني بصل الكريستال يذوب. نعم. ولكن هذا البصل يبقى محافظ على قوام. واحنا البصل نحتاجه حتى يعطينا طعم، فاحنا هو الشيء نقلب الطبق مالنا. لازم يقلب الكامل ويبقى يقلى اكثر، يعني تقريبا شبه كامل الطرف حتى يزيد لنا الدهن مالته اللي نحتاجه. نعم. وبالدهن مال الطرف احنا راح نقلي البصل واللحم مالتنا، بعدين نضيف المكونات اللي عندنا اللي هي البصل. نعم. البصل ايش قد الكميه راح تكون؟ البصل احنا هون عندنا تقريبا 800 غرام لحم. 800 يعني 850، 150 غرام طرف، يعني احنا عندنا الكميه هاي كيلو تقريباً كامل. كيلو. راح نستخدم تقريبا كيلو للكيلو واللحم هذا مع. نعم. الطرف نستخدم نص كيلو بصل. نعم. عندنا بصل انعم من هذا نفس النوعيه، العفو الكريستال هذاك الابيض. بعد ما نقلي ونكمل ونضيف الماء يفوق عندنا نص النار عليها حتى تستوي، نقوم نضيف هذاك البصل حتى يبقى على شكل صحيح اثناء الصب، يكون شكله حلو اثناء التفريق. المكونات الثانيه اللي هم راح تحتاجها؟ المكونات اللي راح نحتاجها بعد عندنا الملح اساسي والفلفل الاسود، هذول اساسياتنا. نعم. وعندنا دبس الرمان وعندنا الدبس دبس التمر مثل ما سمينا. نعم. دبس الرمان راح يعطينا الحموضه ويعطينا شلون ما نقول القوام اللي نحتاجه واللون. نعم. ودبس الدبس الحلو راح يكسر الحموضه اللي موجوده بدبس الرمان، راح يكون متساوي. بالضبط. راح يكون عندنا عمليه تساوي بالاكله. والشيء الاضافي انه راح تنطينا اللون والطعم وراح تنطينا قوام اسمك من القوام اللي يكون خالي من هاي المواد. طيب بخصوص انت قلت عندنا القليه من الاكلات المطبخ الموصلي. القليه من اكلات المطبخ الموصلي القديم، يعني اكله موصليه قديمه جدا. بطبط. يعني ما من حدره من مطبخ. لا 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 آخر. احنا استعدنا البصل راح نستخدم هذا الجزء المخصص، نصفطه باسفل الديسك حتى يكون يستوي. الفكره المساعد ما انه انا محتاج انه البصل ينقلي حتى ينطيني لون وينطيني طعم. انا الطعم يعني مال القليه هذا البصل نستعمله ايضا. هم انت قلت انه مو بحلاوه او سكر. بالضبط. يكون سكرياته اقل من هذاك. استخدمه للقلي بهاي الطريقه بالضبط حتى المشاهدين يكونوا بالصوره. ليش؟ حتى ينطيني اللون اللي احتاجه. نعم. وينطيني شكل القليه بعد الانتهاء، لون القهوائق او نعم. شكل البصل يكون محافظ على نفسه. اضافه الى ذلك انه قلنا هذا يكون حالاته اقل من بصل الكريستال وما يذوب عندنا. طيب اللحم اللي نحتاجه عجل ام بقر؟ لا راح نستخدم بقر. قصدي ام اغنام؟ لا راح نستخدم لحم البقر. هذا مثل ما قلنا هذه قطعه من الفخذ خاليه من الدهن. احنا عندنا هون الطرف راح يكون. نعم. هو الدهن اللي موجود. بالقليه الناس بالموصل تحب تاكل قطعه اللحم مجرده من الشحم من العصب من اي شيء، فنحتاج دائما نقول الهبر. بالضبط. نعم. فراح نستخدم الهبر فقط بهذه الشغله. احنا عندنا البصل مثل ما قلنا نريد نقلبه، ما نقلبه يعني نتركه الا يمسك اسفل عندنا الدسم مثل هذا الشكل. بالضبط. لا بعد احنا نحتاجه انه يكون عندنا اسفل، الاسفل لونه غامق حتى. ليش يعني ينطي الشكل ايضا؟ راح ينطينا شكل وطعم. نعم. بالضبط. بس ممكن نقشع مشاهدينا. ما تحتاج زيت او شيء لان عده الطرف موجود. نعم. الطرف موجود عندنا.
هو اللي راح ينطينا الزيت وينطينا الطعم. اذا كانت اللي يعني يستخدمون بالبيت مثلا ما يحبون الطغف وما يحبون يضيفونه فاشكال معكم يعني الزيت موجود دهن موجود فاي مشكله ما عندنا بالموضوع هذا. طيب الشحم هم يضاف ايضا عادي لو ما لا يعني. ماكو اي مشكله بالموضوع. اكو ناس تستخدم القشر مال هبه نفسه نعم. يكون يحتوي على طبقه من الدهن خفيفه نعم. تقطعه على شكل مكعبات تقلينه بزيت قليل نعم. وتضيف بعد ذلك البصل واللحم حتى يكون عنده يعني ماكو اي اشكال انه مو الا تكون لا طرف ماكو او اليه اشكال. احنا اليوم يعني اكله تعجبني بيها طرف ما اكله ما مشكله هاي اشيل الطرف وخلاص اكله براحتي. انت قلت انه هاي الاكله مصلاويه، طيب اي يعني دائما موجوده بالمطبخ الموصلي لو ايام او مثلا بالمناسبات؟ احنا القلي عندنا موجوده يستخدموها يعني بالبيت دائما يطبخوها، احنا عندنا بالبيت يعني اي ايام محدده لها دائما؟ ما لها ايام محدده ما لها مثل لها جمعه مثل الدورمه او الكبه نعم. او كذا، ولكن هي مثل ما اقول اكله موصليه ويعني اعتقد اكثر من 90% من اهل الموصل هي يطبخون القلي ببيوتهم. اللحم عندنا هوني معظم الناس تقول لك انا باخلي ملح حتى يستوي اللحم. تمام. اللحم يحتوي على عصارات او سوائل انا ما اطيق استخرجها الا اذا رشيت الملح فوقاته. راح تكون رشه تمام. فراح ارش ملح ما انه الملح اللي راح استخدمه بكميه يعني بس ما بس راح تكون يعني انه اقدر عصاره اللحم ما مقدار الوصفه ولكن بس اريد استخرج السوائل اللي موجوده داخل اللحم. بعد ذلك راح نضيف فلفل معلقه مع الاكل فلفل اسود بالضبط هذا الشكل. يعني المكون الاساسي للقليه هو اللحم والبصل وهذا الفلفل الاسود موجود. الملح اساسي كل الاكلات عندنا الدبس ودبس الرمان حتى واحد يعوض الاخر نعم. فقط راح نضيف اول شيء الدبس هذا بالضبط هو دبس التمر. طبعا الدبس هذا ينقلي مع البصل. ليش ما ضفت الدبس الرمان بالاول؟ ماكو اي مشكله ماكو اي اشكال اي بالضبط انت تضيفين دبس الرمان او الدبس التمر ماكو بس يكونون متساويين بالكميه بالمقدار نعم. بالضبط. واذا بعد ذلك احنا شو نقول؟ احنا جينا بعد ما كملنا الاكل ممكن نذوق اذا احتاجت اذا بيها نوع من الحموضه ممكن اضيف نعم. دبس بعد واذا حلاها زيد ممكن اضيف دبس الرمان نعم. لازم تخلط حتى تتجانس بالضبط هسه راح نتركه الا تاخذ اسفل مثل ما قلنا سابقا لان اذا ما اخذ عندنا اسفل راح يكون لونه باهت فنحتاج القليه الموصليه معروفه اللون مالته دائما يكون مثل ما سمينه قهوائي فالناس متعوده عليها ما تاكلها باللون الاصفر واكو من يضيف لانه البصله نعم هم ينطيها لون وطعم ينطيها طعم نعم. تمام ينطيها طعم بس الدبس الرمان يعوض عن نوم البصره تمام اكو ناس تحب طعم نوم البصره معاه فتضيفه فماكو اي مشكله اكو ناس تضيف حبات تمر نعم بالغلي تضيف حبات أيضاً تمر أضيف. اوكي هاي خلاص هاي شغلات بس يعني احنا نقدر اذواق لان انت قلت حبه تمر شنو اللي اضيف له اذا اضفتها؟ حبة التمر راح تكون معوضة عن الدبس يعني اذا ما عندنا دبس اي استخدم حبة التمر نشيل النوى منه ونزته بالغلو هي راح تتفتت معانا وتذوب راح تنطينا نفس الناتج بل افضل يعني التمر ينطي ناتج افضل بعد من الدبس بس يكون التمر مرة طبيعي. هاي الاكلة بين عليها اكلة دسمة أكيد تمام اكيد وحاوية على دهون ايضا بيها فوائد ايضا اكيد اللحم بيه فوائد نعم والبصل يحتوي على فوائد واحنا ما عندنا غير مكونين هذول هوني اللحم والبصل. اما بالنسبه للدهن اللي ناخذه من الطرف مثل ما يقول فحاليا بالانظمه الغذائيه الجديده اللي موجوده هو نظام الكيتوز نعم فهو يستخدم اصلا الدهون الحيوانيه نعم حتى يعني تكون طبيعيه للانسان وهاي الدهون هي اللي تفتت الشحوم الموجوده داخل جسم الانسان نعم. يعني احنا مرات عندنا فكر غلط انه الطرف يسمن بس لا هو بالعكس بس يعني. انه اشون الكميه وطريقه الطهو مالته يعني النظام الجديد هو كالتالي انه تخلي الطغف تستخرج الدهن مالته بهذا الدهن تعد مثلا شرائح الدجاج او اللحم تستخدمها كاكل تكون خاليه بالنسبه لك من الكوليسترول اللي موجود بالزيت والدهون اللي موجوده المصنعه نعم. او الزبد حتى مثل ما نقول شيف احنا طبعا راح نرجع نكمل حديثنا بعد ما ناخذ فاصل معك.
مشاهدي الاعزاء، فاصل وراجع لكم. مشاهدي الاعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل. شيف طبعا نرجع وياك ونكمل طبق اليوم اللي هو القليه الموصليه. طبعا مدينه الموصل مشهوره بالقليه، بالقلية يعني باعتبار مثل الاكلات العدنيه. اكو ناس يعني تجينا تتعنى حتى طبعا حتى اهل الموصل القليه يطلعون يتعنون للصبح حتى يتضيقون. يعني ها فعندنا القليه الموصليه ايضا هي من وجبه الفطور. كفطور نعم. بالنسبه للاشخاص اكو ناس معينه او ما شاء الله يعني نعم. ناس تطلع الصبح تتعنى حتى تضيق قليه. يعني من الصباح الباكر الفطور. اي بالضبط مثل الباكي عندنا. بس احنا اكو ناس تجي يعني سوريين مثلا، اخوتنا السوريين يقولون ياكلون جبن وزعتر دائما او زيت نعم. وزعتر. احنا نقول لهم شلون تتغدون بين ولا لك لكن انت الساعه 5 الصبح تروح تاكل باكر. سبحان الله. هي فاحنا بالموصل هوني الناس تتعنى من الصبح حتى تتغير قليه او باكر او لا الاكلات الدسمه عندنا. بس القليه من ضمن وجبات الفطور الصباحيه اللي موجوده بمدينه الموصل ومعروفه يعني جدا. هي موجوده اكله القليه بكل الفصول لو اكو فصول محدده يعني الناس دائما؟ لا هي موجوده البيت. بكل الفصول بس يعني دائما السوائل اللي تحتوي على لحم وتكون ساخنه يكون اكله بالشتاء افضل يعني. هاي يعني شيء معروف يعني. يعني بالشتاء تكون اكثر التوافد لها بالضبط. ليش؟ لانه دائما انت تعرفين السوق حار مع جو بنوعا ما من البروده شويه يولد نوع من الدفء. نعم. وهي اكله دسمه فراح تزيد السعرات الحراريه. حرارية بالجسم. نعم. فبالتالي راح تؤدي الى رفع درجه حراره جسم الانسان شويه حتى يقاوم البروده الموجوده بالجو. هاي اذا نتكلم عن اكله يعني وقت افضل لتناولها. طيب هي ما تسبب عطش يعني الاكله لان يعني هي اكله دسمه تكون؟ احنا ما نحتاج الدسامه اللي بالبال يعني الكميه الكبيره، يعني احنا نعم. كميه الدهن اللي موجوده بالقليه احنا ممكن نتحكم فيها. يعني اليوم احنا عندنا المتابعين بالبيت مثلا راح يشتغلون قليه وانا متاكد معظم الناس تعملها وكل مره او كل ست بيت عنده طريقتها الخاصه بها. فممكن انه تخلي دهن اقل. ممكن انه تقلب الطرف تاخذ الدهن مالته وتطلع من الدهن خلص بس تاخذ الدهن. نعم. تمام؟ تقلي اللحم تقلبينه وتقلي البصل خلص يكون عنده شيء نظام. بس احنا من نحتاج اكلات نقول دسامتها عاليه نستخدم مثلا لحم الاغنام تمام؟ مع دسم مع كذا او القول او الكذا فهذا اللي يكون نسبة عالية. القلية هي ما تحتوي انت قلت تكون خالية من الشوائب العظم او اي شوائب موجودة باللحم. نحتاج هبل صافي بالضبط هبل صافي حتى يعني احنا عندنا بالمطعم الزبائن اكثر من 90% لما تجي توصل قلية تقول لك بلا دهن بلا شحم بلا طغط بلا كذا بس لحم تكون خالية. خالية نعم. بالضبط. فهي قلت لك اهل الموصل متعودين على القلية انه تكون هبل فقط. طيب تقدم القلية يعني واحدة أم تقدم مثلا مع تمن؟ القلية تقدم مع تمن. نعم. تمام كوجبة رئيسية بالمناسبة تتقدم مع تمن. اللي يستخدمه اللي يتناوله كفطور صباحي يستخدم ياكله على شكل قطع الخبز. نعم. فريد بالضبط قطع الخبز ويشربه ويشربه. إذا على وقت الغداء يضيف تمن فوق الماعون اللي يخلي بيه يعني الخبز. يعني يكون عنده تشريب. بالضبط. نعم. بالضبط. احنا الظهر مثل ما اقول يخلي فوق التمن يعملها مشابهه لليمين. اما بالنسبه للصبح فخلص راح يستخدم الخبز فقط وتكون وجبه فطور بالنسبه للشخص اللي يتناولها. نقدر مثلا البصل يكون اكثر من اللحم او اللحم حسب يعني احنا دائما بالاكل نبحث عن ايش؟ عن التوازن. نعم. دائما عندنا التوازن بالاكل شيء ضروري. يعني هو اللي ينطي الطعم بالضبط. يعني احنا اذا زيدنا طعم البصل فراح السوب او الحساء اللي موجود ما اللي راح يكون عندنا هو يعني اساس القليه نعم راح يكون طعمه بصل فقط. نعم. فما راح نحس بطعم اللحم الدبس اللي ضفناه الفلفل يعني هاي الاضافات لازم اكو توازن. بالضبط. احنا عندنا التوازن اساسي بكل الاكلات اللي يعني يستخدم المفروض التوازن يكون موجود بالاطباق بالحلويات بالمقبلات يعني الحموضه مع الحلاوه الحادقه يعني كله
انت قلت لازم نستخدم البصل النوعيه الحاده، زين اذا ما كان موجود بالبيت يعني ربه المنزل تستخدم الكريستال وتضيف عليه انه فلفل اكثر. الفلفل كالعاده تقطع تقريبا 4 حبات بصل متوسط الحجم، تقليها بنفس الطريقه. طبعا الكريستال ما راح يبقى مقاوم معها، راح يذوب. بعد ذلك بعد ما تضيف الماء راح تضيف حبات بصل كريستال انعم من اللي استخدمها، وتغطي عليها وتتركها حتى تهدى، يكون عنده تقريبا الشيء نظامي. هسه تقريبا عدد بدت احنا تقريبا تستوي. عندنا بدت تنقلي حتى نضيف له بعدين الماي. طبعا شفت هذا البصل بقى محافظ مخرجنا الشكل مشاهدينا بقى محافظ على الشكل مالته. طبعا اذا حتى اللون بالضبط، الرائحه، كل شيء يختلف. احنا اذا حبينا يعني شلون نطهو القليه بشكل اسرع، طبعا هاي العصاره اللي طلعت عندنا من اللحم ممكن نشخلها كاسه نخليها على جنب ونبدا على النار. نعم. نغليها حتى ناخذ طعم اللحم مع البصل لما ينقلون. نرجع نضيف الماي نفسه هذا، ونضيف الماي مالتنا، ونضيف الملح، وتكون ان شاء الله نظاميه. يعني اي اشكال، اي اشكال ماكو. اذا حبينا نطهو بشكل اسرع، اذا طهينا بهذه الطريقه هذا الوقت راح نستغله، راح يكون سوال اللحم وسوال البصل. نعم. تمام. والصلصة اللي راح تكون عندنا بالأسفل راح تتركز وتنقلي وتنطينا طعم طيب جدا. طيب الماء هم يكون لازم يكون يعني كمية القلية محددة بالضبط. احنا إذا راح ناكلها مع تمة مثل ما نقول راح تكون كمية الماء شوية أقل. أقل بالضبط حتى يكون طعمها أطيب. وإذا كان مع قطع مع الخبز راح يكون أخف حتى الخبز يشرب الماء اللي يطلع عندنا. بس يعني الاكثر انه دائما اشوف القليه مع الخبز تكون اكثر يعني مع الخبز مرغوبه اكثر. ما قلت احنا يعني احنا نقول انه كفطور مع الخبز، ولكن كوجبه غداء اعتقد معظم الناس تطبخ القليه مع التمن. نعم. التشريب او الهبيط مثل ما نسمي احنا. نعم. الاحمر او الابيض او تشريب الدجاج هذول يكون دائما ستاندر مع الخبز ماشيين يعني. بس عندنا القلية أعتقد معظم الناس تأكلها مع التمن إلا الصبح. القلية تحتاج مقبلات لو ما لها علاقة؟ ما تحتاج أي مقبلات؟ والله أعتقد كل أكل يحتاج مقبلات أنا إلا القلية. يعني تحتاج مثلا سلطة خفيفة، الليمون طبعا الليمون أساسي لأن اللحم يتقدم عنها. بالضبط الليمون عندنا أساسي مع القلية. القرشي نقدر نستخدم المخللات. يعني. الخضروات كلها تكون موجودة. يعني أعتقد ست البيت دائما السفرة مالتها خاصة بالموصل ما تكون خالية من الخضروات. نعم. الخضروات مهمة جدا بالضبط يعني لأن تحتوي فيتامينات وتفتح الشهية. نعم. تفتح الشهية للطعام. يعني لما نجي وعاد شهية الطعام بالتناول العين. نعم. مقابلة ألوان تشليف مرتب، فأكيد تفتح الشهية للشخص اللي راح يتناول الوجبة. هسه تقريبا بدأت تستوي؟ تقريبا احنا هسه شوية وراح نضيف الماء عليها. شلون نعرف انه بدأت يعني تريد الماء انا احتاج يعني الماء انه ينشف بالكامل حتى يكون عندي اسفل ينطيني لون وطعم. لازم الماء يعني ما يبقى، بس اذا بقى احنا قلنا اذا بقى راح نسحبه. نسحبه ونرجع نضيف بعدين نرجع نكمل ينقلي نصل للون اللي نريده والدرجه اللي احنا نريده. نعم. نرجع نضيف هذا الماء لان يكون يحتوي على الطعم يعني مركز اللحم راح يكون بيه. هسه تقريبا بعد بدا شويه بعد نحتاج وقت شويه. طيب انت قلت هاي الاكله قديمه. يعني قديمه ايش قد تقريبا مدار قرون او سنين؟ والله اعتقد هي تصل مدار القرن اكثر. نعم. اي بالضبط. يعني اجدادنا كانت هاي بالضبط هي موجوده هاي الاكله. اجدادنا يعني مدينه الموصل معروفه مثل ما معروفه بالكبه معروفه بالقليه الموصليه. يعني احنا عندنا محافظات داخل العراق ما تعرف اكله القليه. يعني محافظات داخل العراق معينه ما تعرف اكله القليه اصلا. وحتى المحافظات الثانيه تعدها ما بنفس الطريقه. مختلفة عنها. يضيفون اضافات، يضيفون بهارات، يضيفون كذا. ولكن لا يعني هي مو بس اكله مصلاويه، اكله عراقيه عامه. احنا موجودين بمحافظات بس المشهور بها هي مدينه الموصل. نعم. مشهورين بهاي الاكله يعني القليه مشهورين بها احنا. شيف احنا راح نرجع نكمل حديثنا بعد ما ناخذ فاصل. ماشي. مشاهدينا الاعزاء فاصل وراجعكم.
أعزائي رجعنا لكم بعد الفاصل. شيف طبعا احنا رجعنا بعد الفاصل. نعم رجعنا من الفاصل. شيف خذنا الماي مثل ما قلنا قبل شوية، قلنا إذا نريد نطوى بوقت أسرع راح نستخدم هذه الطريقة. طبعا هاي بالنسبة للمشاهدين السنبيني صلصة صيغة ما صيغة ماي. هاي عصارة اللحم مع البصل تمام. هذا كله الكمية هاي نستخرجها بسبب الملح. تمام. هسه عندنا هون بدأ ينقلب بالضبط وبدأ عندنا يمسك أسفل. هذا الأسفل اللي احنا تحدثنا عنه بس احتاجه بعد بكمية أكبر حتى ينطيني اللون اللي أنا أريده. هسه عندنا تنسمع صوت إنه شني هاي المكونات اللي عندنا بدأت تنقلب، يعني بدأت تنقلب بالزيت. خرج لازم يكون عندنا هذا الأسفل اللي تحدثنا عنه. لازم يكون عندنا هذا الأسفل إذا أردنا نعمل قلية صحيحة وطعم صحيح، فإحنا نحتاج هاي الطريقة. القلية عادة اللون لازم يكون مثل ما لازم يكون مشابه لهذا اللون بالضبط. يعني مشابه هو اللون البني. إذا كانت صفارة راح تكون مايل للتشريب الأبيض أو إذا كان خلينا مثلا نوم البصرة هم يكون نفس اللون. نوم البصرة ما عندنا أي مشكلة بالموضوع بينه، قلنا يعني إضافته حسب الرغبة. إحنا نستخدم نفس الطريقة ونضيف نوم البصرة ونقلل دبس الرمان. لأن نوم البصرة راح يعطينا نوعا ما من الحموضة، فإذا ضفنا دبس الرمان بكمية راح تكون عندنا حموضة بالضبط ولد. وقلنا هم ممكن نعالجها بعد عن طريق الذوق. هسه نحتاج انه شويه نقلبها حتى المكونات عندنا كلها تكتسب الوجه اللي نحتاجه. نقدر نخلي القليل بدست الضغط قدر الضغط بالضبط. احنا اذا حبينا انه نقليها حتى تكون مشتغلة اسرع لازم نقليها بهاي الطريقه بعد ما قليناها. نقليها لازم بعدين نخليها ونحطها بجدر الضغط حتى تكون عندنا نظاميه. هسه يعني ما مباشره نخليها؟ لا لا مباشرة راح يكون البصل واللحم راح ينسلق سلق عادي. تشريب عادي تشريب عادي فراح نفقد نكهة القلية اللي هي مختلفة عن التشريب بهاي الشغلة. احنا مثل ما قلنا هذا الأسفل تاخذ الأسفل احنا بدينا هذا الأسفل اللي نحتاجه. نحتاج اشقد الأسفل يكون أكثر اشقد يعني لونه أحسن. أغمق اشقد يكون الطعم أطيب والنكهة معززة أكثر. لقيت البصل بينه فائدة أكيد. شنو فائدة البصل؟ البصل فوائده كثيرة. أول شيء يحتوي على فيتامينات ويحتوي على معادن ويحتوي حتى على يعني إيش نقول فيتامينات معززة لإفراز الهرمونات بجسم الإنسان. هرمونات وأيضا اللي يأكل بصل يشتهي أكثر بعد. البصل اللي هو تسمية يسموه البصل اللي هو تسمية اسمه تفاح العرب. البصل يسمى تفاح العرب. إحنا هسه حاليا تقريبا استواء عندنا 99% اللي إحنا نطمح له. فقلنا بعد ما ينقلي الأسفل يساعدنا اللون اللي نحتاجه راح نضيف صلصة اللحم أول شيء اللي استخرجناها منه، وبعدين نضيف الماي للكمية اللي نحتاجها. إذا كنا راح نقيده مع التمن راح نعمل الماي يكون قوامه أكثر أو أسمك مثل ما نقول. وإذا احتجناها كشكل مع الخبز يكون قوامه أخف. هسه راح نضيف هذا لأن احنا احتاجين أنه بس الأسفل بالضبط. تحتاج ماء. هسه راح نضيف الماي. ايش قد الكمية راح احنا تقريبا الماي قلنا هسه حكينا انه راح تكون تغطى بالكامل حسب فاحنا راح نحتاجه مع تمن. اذا مع تمن تكون اقل، واذا كانت مع قطعة خبز يعني تشريب بالضبط راح تكون فراح تكون اكثر. هسه عندنا اللون صار مايل للبني. طبعا احنا ايش قد يكتسب حرارة الاسفل اللي قليناه راح يذوب فينطينا لون بعد اعمق من هذا. يعني ايش قد ننتظر انه الاسفل يصير الشوائبي اكثر مثل ما بالضبط ينطينا لون معزز اكثر ونكهه اكثر. تمام. بس احنا ما بنضيف الماء مباشره راح يطلع عندنا اللون. ليش؟ لان عندنا اكو جزء من الاسفل كان التصق باسفل الدست، فالحراره والماء راح يذوبوا فينطينا اللون والطعم اثناء ايش؟ اثناء الاستواء. حتى شكل الطرف بالضبط الطرف يكون بالوجه لان وزنه اقل ما يحتوي على سوائل. الدهن يظل مثل ما هو قليل في هذا كثافته اقل من الماء فدائما يطوف للاعلى. هاي بالنسبه للدهون. لا اقصد الطرف لان يحتوي على دهن فبالغليان الدهن ايضا يفرز يعني يظل مع المرق. لا احنا من نقله يعني شنو نقول نستخرج كل الدهن اللي بداخله. نعم. تمام. إذا كان لونه أبيض مثل هذا اللي عندي حالياً بعد بين نسبة من الدهون
أما إذا قليتونه أكثر، يعني خليتونه على النار فترة أطول، استخرجت كل الدهون بينه، اللون مالته راح يكون بني. لازم يكون واحدة تأخذ بالضبط، راح يكون عندي اللون حسب بني الرغبة يعني. بس أنا أحتاجه هذا أبيض، أنه يكون راح يكون طري جدا. نعم تمام، وراح يكون شكله بالتقديم حلو. فإذا خليتونه أزيد من اللازم راح يكون كريسبي أو مقرمش بالضبط. نعم إحنا نسمينه حسب يعني ربة المنزل، احنا دائما نقول حسب ما تريد. ست البيئة تشهر. نعم. تريد هي بكيفة، بس هي القلية بهذا الشكل تكون. احنا القلية. نعم. نستخدمها بهذه الطريقة. نعم. بالضبط، حتى تكون نظامية ومثالية بالنسبة لنا. ايش قد ننتظر حتى احنا القلية راح تحتاج من عندنا تقريبا ساعة. ساعة. فاحنا راح نستخدم قلية موجودة عندنا جهزناها سابقا. نعم. حتى تكون قدام المشاهدين. احنا على هذه الطريقة اول ما تفوق راح ننص عليها، نضيف البصل الصحيح اللي هو بهذا الحجم بالضبط. نعم. يكون هاي الضيفة بعد ما تبدأ بالغليان. بعد ما تبدأ بالغليان ننص عليها نار شوية أعلى من نار تهدي التمن، نضيف هذا البصل ونغطيها ونتركها ساعة إلى ساعة ونص. بعد ذلك نطفي عليها نتركها ربع ساعة، وبعدين نفتح القبر، لأن البخار اللي يتولد داخل القدر أو الدسك. نعم. تمام، هو يكون مسؤول عن السواء أكثر من النار، لين ينطي نوعا ما رطوبه للحم الموجود او الوجبه الموجوده داخل هذا القدر. يعني دائما احنا يكون عندنا قدر الـ هذا التيفال او التيفال، لان هو لان بخار بالضبط. بس احنا عندنا هذا ينطينا حجز كامل للبخار اللي احنا نحتاجه بالضبط. احنا اذا كان احنا مثل ما قدنا، انت سولفتي على قدر الضغط، إذا كان عندنا خلاص هذا انتهى الموضوع، قفلناه وانتهى الموضوع. بقدر الضغط بعد القلي اللي عملناه وإضافة الماء، بعد هاي العملية يحتاج 40 دقيقة بس ونطفي علينا. أما إذا كان بالبايركس أو العادي، من ساعة إلى ساعة ونص حسب اللحم نوعيته. اللحم اللي سريع الطهو شنو هو؟ حتى نستعمله دائما. هو دائما لحم سريع الطهو جدا، اللي هو حبل الضاغط استخدمناه بالستيكات سابقا، نخليه بطبخه. بس اذا بالقليه احنا عندنا بالقليه نجي اكو منطقه فوق حبل الضاغط شويه اسمها، يسموها بمصطلحنا عند القصاصي يسموها الوغداي بالضبط، هاي يكون سريعة الاستواء. منطقه الخاصه سريعة الاستواء، اضافه لذلك لحم الحولي الصغير يكون. نعم. سريع الاستواء جدا. تمام. يعني هاي المناطق اللي نقدر تكون اسرع استواء. نعم. اسرع بالضبط، اي منطقه تكون بها عضله حركه. نعم. يكون سواءه يحتاج وقت شويه اكثر. نعم. من المنطقه اللي ما بها عضلات، لان العضله تكون شاده دائما، تحتوي على بروتينات عاليه فتحتاج وقت. لحم التقطيع ايضا ماله اذا كان بالطول او بالعرض شكل ايضا، انه احنا حاليا من نطهو قليه ما هذه الشغلات ما. نعم. ما تفيدنا بشيء. نعم. اذا كان عندنا نستخدم مثلا الجوردن بلو بطريقه الطرق، او. نعم. مثلا عندنا الستيك بطريقه الطرق، او وجبات ثانيه تحتاج لها طرق، فهوني الياف اللحم نسميها. نعم. هاي الالياف العضلية هاي راح تلعب معانا دور إذا كانت أفقية أو عمودية عن طريق الطرق. نعم. يعني أنا ما ممكن عندي ألياف طولية وجي أطرقها بالعرض، راح يكون. نعم. عندي إيش تفتت وتهشم باللحم. طبعا هسه تقريبا بدت عندنا بالغليان، فاحنا راح نضيف حبات البصل هذه اللي راح تكون صحيحة. يعني لأن البصل بالضبط اللي قبلك انذاب. نعم. بالضبط، راح نهدي النار عليها ونتركها لمدة ساعة إلى ساعة ونص مثل ما قلنا حتى تستوي. نعم. عندنا طبق هون يمكن حضرناه للمشاهدين حتى يشعون القلية شلون تطلع عندنا بهذه الطريقة. طبعا أكيد احنا ما نستغني عن الليمون، راح يكون للزينة شيء أكيد. بالضبط، احنا راح نستخدم الليمون حتى نزين بين الطبق مالتنا. الليمون هون بهاي الأكلة راح نحتاج نزين بينه، وكذلك راح نستخدمه وراح نتناوله أكيد معاها. نعم. بس عندنا القلية الموصلية مثل ما قلنا بهاي الطريقة أصبحت كاملة. طبعا طبق اليوم كان طبق دسم مثل ما قلنا، وطبق أكيد مميز لمدينة الموصل. موصل بالضبط. نعم. احنا اخترناه اليوم كطبق سهل، واسم القرية الموصلية مرتبط أصلاً بمدينة الموصل. نعم. فالناس حبت إنه يكون أكو طبق مصطلوي سهل طلبونه، سهل يكون، فهاي تقريباً أسهل أكلة مصطلوية ممكن نقدمها عندنا. وأي طلب سبق قلنا ونبهنا عليها، أي أكلة أي وجبة تعليقات أو احنا جاهزين لها إن شاء الله. نعم. تعالى.
الأعزاء، مثل ما شفتم شيف أحمد قدم لنا الأكلة المصلاوية المميزة لأهل مدينة الموصل، هي القلية الموصلية. طبعاً إذا عندكم مقترحات مثل ما قال الشيف، تعليقاتكم على صفحة فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وطبعاً انتظرونا المزيد من الأطباق الموصلية مع الشيف أحمد وبرنامج المطبخ الموصلي. تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، وإلى اللقاء.